سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه القائد، اختار على أن تكون عقيدة دولة الإمارات تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم، فهذه هي عقيدة الإماراتيين المتكاملة. سوف تستمر العقيدة التكاملية الإماراتية في بناء وطن ومجتمع واقتصاد وقوة بقوتكم يا أخوان، بقوة البيت متوحد. لا شك أن محظوظين في دولة الإمارات بوجود شخصين متجانسين في قيادة هذه الدولة. كما تطالب سيدي شعبك بالحصول على رقم واحد، لأنك حصلت يا سيدي على رقم واحد. نحن نتعلم من أخطائنا ونتعلم من أخطاء الآخرين الدروس ونستفيد منها لينعم شعب دولة الإمارات والمقيمين فيها بالرخاء والاستقرار بإذن الله. وبقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة، مثل ما طفينا حريق الفندق راح نطفي حريق اليمن.